السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله عندنا سؤال وبعد اذن حضرتك. اتفضلي. إيه لو في حد متيسر للحج ماديا وغير متيسر يعني صحته مش قادره ان هو يسافر للحج، هل ينوب عنه حد تاني بالانابه عنه بس الحد ده ما حجش عن نفسه؟ يجوز. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أحج عنه؟ قال: حجي عنه. أما حديث لبيك عن شبرمة وفيه لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة فمختلف في رفع ووقف وظهر الوقف. شكرا.